أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم الفاندمنتال نيرسينج سكيل اند كونسبتس، اللي هو الشابتر الرابع. خلصنا قبل هيك الانفكشن كنترول. اليوم موضوعنا اللي هو الادمشن ديسشارج ترانسفير اند ريفيرال، اللي هو بمعنى عملية دخول المريض، عملية الخروج، وعملية تحويل من مستشفى لآخر أو من قسم لآخر، ترانسفير اند ريفيرال. وحنشوف الفروقات بينهم كلهيتهم في أثناء في سياق الحديث في المحاضرة. في عنا ليرنينج اوتكم. من خلال المحاضرة لازم نكون نتعرف على عدة نقاط، من ضمنها اللي هو list four major steps involved in the admission process، عملية اللي هو إدخال المريض في أربع مراحل، يعني أربع مراحل في عملية إدخال المرضى. رقم اثنين، identify four common psychological response when client are admitted to health agency. يجب أن نعرف اللي هو ردة فعل المريض في عند دخوله أي مؤسسة طبية، سواء كانت مستشفى أو عيادة أو غيره، سواء للدخول أو للمعالجة. Number three, list the steps involved in the discharge process. عملية الخروج في مراحل خروج المريض بعد عملية الشفاء والتماثل للشفاء، يصير الخروج. ايش هي المراحل اللي بمر فيها؟ يتبع learning outcome اللي هو number four. Give three examples of use of transfer in the client care. في أمثلة حنتعرض إلها أثناء الشرح اللي هو في client care. حنشوف ثلاث أمثلة. Number five. Explain the difference between transfer client and referring client. في فرق بينهن برضو، كمان هنتعرف عليه كمان شوية في السياق الحديث في المحاضرة، بين الترانسفير والريفير. Number six, describe three levels of care that nursing home provide. في levels of cares في nursing home providers، هذه المرحلة بتكون دائما في الكوميونتي، بتكون في اللي هو nursing community nurse، بتكون بأدي الخدمة في البيوت. Number seven, discuss the purpose of minimum data set اللي هي MDS. Purpose of minimum data set اللي هي المعلومات اللي احنا بناخدها من المريض حتتم مناقشتها. Number eight, identify two contribution factors to the increased demands for home health care. في factor demands، يعني في طلب دائما على ال health care at home. هنتعرف عليها ايش السبب تبعها، ايش causes أو contribution factors. هيك بنكون اللي هو 8 نقاط من خلال الشابتر هذا بنتعرف عليهم. اول اشي ال admission process، بتبدأ بتعريف اللي هو الادميشن. ايش يعني معنى الادميشن؟ اللي هو عملية دخول المريض. Entering health care agency for nursing care and medical or surgical treatment، يعني دخول المريض لأي مؤسسة صحية ليتلقى فيها الخدمة، سواء كانت medical or surgical treatment، سواء عملية طبية، يعني سواء في قسم الباطنة أو للجراحة أو عمليات جراحية surgical treatment. في عنا types of admission، بنقسم حسب الجدول المبين اللي هو types، وفي الexplanation تبعه، وفي examples على كل type. الinpatient يعني دخول المريض، هذا داخل اللي هو الأقسام، بكون planned يا إما بكون مخطط له للدخول، أو non-urgent يعني بكون بلاند، يعني بتكون مش امرجنسي، بكون ما دخلش عن طريق الاستقبال، بكون دخل عن طريق العيادة الخارجية بخطة معينة وبموعد معين. هذا length of stay من 24 ساعة 24 hours or more scheduled in advance،
بكون مخطط له، بكون في حسب خطة معينة، بكون ياخد موعد مسبق وبيجي في الموعد تبعه وبتم عمل تحاليل له خلاله في العيادة الخارجية، وبالتالي بيعملوا له دخول في المستشفى حسب خطة مدروسة. زي ايش مثلا الاكزامبل عندنا اللي هو elective or required major surgery، عمليات الإلكتيف اللي هي العمليات المختارة، يعني بتكون واحد عنده عملية حصو مثلا، بيعطوا له موعد ويجي بيعملها، سواء حصو في الكلى أو حصو في المرارة أو كذا، أو عمليات لكن في عمليات إمرجنسي ما فيش فيها انتظار. زي إيش اللي هي رقم اثنين اللي هي الإمرجنسي أدميشن، دخول الطارئ، هذا أن بلان، بكون بدون خطة، بيجي على طول سواء من الاستقبال مباشرة، من الاستقبال بيتم دخوله من خلال غرف الطوارئ للأقسام، اللي هو ان بلاند غير مخطط له، ستابلايز ان امرجنسي ديبارتمنت، في قسم الاستقبال في الامرجنسي ديبارتمنت اند ترانسفير تو سيرجيكال يونت، وبيطلع على القسم مباشرة. وغالبا الامرجنسيز بتكون اكثر منها، يعني في الجراحة بتكون اكثر من اقسام الباطنة، لكن في الباطنة حالات ممكن نتعرف عليها كمان شوية، لكن هو اكثر شيء اللي هو عمليات الجراحيه هي اللي بتكون دائما امرجنسي. unrelieved chest pain وميجر تروما، التروما بتكون عمليات جراحيه عاده بتدخل في اقسام الجراحه، لكن التشست بين عمليات ممكن تكون نتيجه نوبات قلبيه، بيجي بالام في الصدر، هذه الحالات برضو كمان تعتبر من ضمن الامرجنسي بدون تخطيط، ان بلاند من خلال الامرجنسي على طول بتدخل الاجسام. في دايركت ادميشن الدخول المباشر، هذا بكون ان بلاند امرجنسي ديبارتمنت باي باس، على طول ممكن من الاقسام يتم تحويل الحاله من قسم لقسم، دايركت ادميشن على طول، ما بدهاش دخول على الطوارئ ولا زي ايش اكيوت كونديشن از برولونج فوميتنج اور دياريا. وكمان برضو ممكن عن طريق الاستقبال او عن طريق اي حاله يصير فيها اي طارئ، على طول عن طريق الاستقبال بتكون هاي الدايركت ادميشن مباشره من خلال الطوارئ على الاقسام. يتبع كمان اللي هو التايبس اوف ادمشن، في عندنا الاوت بيشنت زي ما حكيت قبل هيك، اللي هو الاوت بيشنت من خلال العياده الخارجيه بتاخذ هذا وقت، وبتكون خطه مخطط لها، بوسيبل ريتيرن اور ريجولار بيزس فور كونتينيو كير، وممكن كمان ياخذ موعد معين ويعاود يرجع كمان مره لمراجعه ثانيه من خلال العياده الخارجيه، وما يحتاجش دخول كاوت بيشنت. ماينور سيرجري كانسر ثيرابي فيزيوثيرابي، الحالات العمليات الصغيرة، العمليات الجراحية صغيرة، وحالات الكانسر وحالات الفيزيكال ثيرابي وحالات اللي تحتاج لعلاج طبيعي، كلها عن طريق العيادة الخارجية ومش امرجنسي، مش طوارئ. وفي اوبزرفيشنال للملاحظة، هذه حاجات يعني تتبع بعض الحالات بس للملاحظة فقط. مونيتورينج ريكوايرز، هذا احيانا بتكون في الاستقبال فقط، ممكن يخلوه فتره في حاجه اسمها ديلي كير، بقعد المريض فيها احيانا 24 ساعه، هي مش موجوده احيانا في المستشفيات الكبار عند الادلت، بتكون موجوده في البيدياتريك، ممكن يخلوه في استقبال الاطفال 24 ساعه بس للملاحظه، بيعملوا له ادمشن فور اوبزرفيشن، بيعملوا له مونيتورنج نيد فور ان بيشنت ادمشن، يعني اذا كان يحتاج دخول بدخلوه، اذا ما احتاجش دخول من خلال من الاستقبال ومن الامرجنسي بروح. دي برضو 23 اورز، ممكن يضل 23 او 24 ساعه. زي ايش؟ زي اللي هو الهيد انجري، واحد ميك هواي في راسه بخلوه تحت الملاحظه فتره معينه، بس عندنا احنا في الاجسام الكبار ان اضلت الامرجنسي بدخلوهم 24 اورز للملاحظه فور اوبزرفيشن في اجسام الجراحه، بضلوا تحت الملاحظه 24 ساعه او 48 ساعه، اذا ضل وضعه ستيبل ثاني يوم بروح. اذا كان unstable vital signs premature or early labor، اذا كانت وحست في ولاده وبدها تلد، برضه كمان ممكن يدخلوها تحت الملاحظه عشان النقاط اللي حكينا فيها، اذا كان في اي تقدم او في اي زياده في او خلل في الفايتال ساينز بتم عمليه الدخول. الادمشن بروسيس تتبع يا اما بكون في الميديكال اوثرايزيشن، زي ايش؟ A physician determines whether the client condition requires special test or technical care.
الطبيب هنا بحدد اللي هو إذا كان المريض يحتاج، حالة المريض تحتاج إلى فحوصات خاصة أو عناية معينة. طبعا هذا بسموه اللي هو ميديكال اوثورايزيشن من خلال الادميشن. رقم اثنين اللي هو الادميتنج ديبارتمنت كليريكال بيرسونيل، اللي هو العملية بتكون في الاستقبال، كاتب الاستقبال اللي هو جاذر انفورميشن. الواحد اول ما يصل بيعمل تذكرة من الاستقبال من خلال اللي هو كاتب الاستقبال، بسموه كليريكال بيرسونيل اللي هو الناس هذول الكتبة، بيقوم بجمع المعلومات من خلال هوية المريض ومن خلال اسئلة بيسألوا اياها، فهذه الحاجات تسجل في التشارت تبع اللي هو المريض نفسه. انيشيت ذا ميديكال ريكورد وذ داتا، بيعمل اللي هو الملف، ملف المريض. بريبير ادريسوغراف بليت اور ستامب لابوراتوري تيست، كمان برضه كمان بيعمل له اللي هو عنوان في اللابوراتوري تيست، بكون كاتب عليه الاسم ورقم الهويه ورقم التذكره. هذه بتعتبر زي ستامب، لا كل مريض بيعمل له اياها من خلال كاتب الاستقبال. ريكويست فورم وفورمز ذات اكومباني لابوراتوري سبيسيمن، ليبلز صغيره بتكون فيها على بيانات المريض، هذا باخذها معاه من الاستقبال، بتكون معاه ليبل عشان لما بدي ابعث على تحليل على المختبر بحط الليبل هذا على ورقه المختبر، بتكون ايش معتمده انه دخول في المستشفى، وكذلك على انابيب العينات. كمان the hospital business office use the information for recording, keeping and billing. كمان نفس الـ hospitals business العاملين في المكاتب في المستشفى في الاستعلامات والتسجيلات، في قسم التسجيلات زي الأرشيف برضو بيحتفظ في الحاجات هذه عندهم لفترات معينة. Unstable client may bypass the admission. الحالات بعض المرضى بكون unstable client يعني مش حيمكث طويلا، ممكن يعدي الامور هذه بسرعه وصول department to the nursing unit. هذه بروح فيها من خلال بدخل من خلال اللي هو محطه التمريض. Admission clerk prepare and identification bracelet فور ذا كلاينت. الادميشن كليرك اللي هو الكاتب بحضر كل المعلومات الخاصه بالمريض. Once personnel have collect primarily data they notify the nurse unit and escort the client to the site where he will receive care. عندما ينتهي المريض من عملية التسجيل في الاستقبال وعند الكتبة، بتصير اللي هو استدعاء أو بكلمه اللي هو محطة التمريض في القسم على أساس أنه يستقبلوا المريض ويجهزوا له الوحدة اللي هي بدها تستقبله في أي مكان، وين سريره وين القسم اللي بدوروا عليه. أدرسوا جراف بليت to identify page and medical record lab test request. برضو كمان بتكون هذه الحاجات معروفة سواء كانت ميديكال ريكوردز او لاب تيست، كل التحاليل وهذا تكون مرفقه مع المريض. في ادمشن بروسيس تابع لها اللي هو نيرسينج ادمشن اكتيفيتيز، هنا رقم ثلاثة اللي هي نيرسينج ادمشن اكتيفيتيز، يعني اللي هو ايش التمريض بده يعمل للمريض عند ما يصله. بريبيرنج ذا كلاينت روم، بحضر غرفه المريض زي ما قلنا، هو بكون يتم الاتصال قبل عشان المريض يكون يصل يلاقي مكانه جاهز وبعلم مسبق لتمريض القسم. بيزز روم سبلايز، يعني الاشي الاساسي اللي لازم يكون في غرفة المريض. Each bed size stand is generally stocked with the following: a wash basin, soap dish, an emesis basin, water كريف، a bed pan and urinal. يعني كل مريض تكون هذه الحاجات موجودة عنده، اللي هو دش للغسيل دي لحاجات زي هيك، امسس بيزن كان بيزن صحن او حوض كلوي للاستفراغ اذا كان بده يستفرغ، او المريض اذا كان بيستفرغ او شيء، فهذه الامور كلها هي بتكون موجودة بجانب كل مريض.
nursing admission activities برضو كمان من ضمنها اللي هي بي ويلكم ذا كلاينت، هنا استقبال المريض، greet the client warmly with smile and hand shake. عند يفترض انه احنا نستقبل المريض على الاقل بابتسامه، وممكن نسلم عليه على اساس انه ممكن السلام بقرب القلوب من بعض، فبالتالي تكسب ثقة المريض من اللحظة الأولى على الأقل الابتسامة. بعدين orienting the client، لازم تعمل له orientation. إذا كان العيان المريض تبعنا بيقدر يمشي ويتحرك ومش تعبان، مش كتير تعبان، ممكن أنا أعمل له orientation في الجسم، ألففه على الجسم، ألففه على الغرف تبعت الجسم، وأفرجي الحمام وين، وأفرجي النيرسينج ستيشن، وأفرجي وين برمي إذا كان في عنده حاجة ديرتي لينين أو في كذا، أي حاجة بده إياها أعرفه على معالم القسم. helping the client become familiar with a new environment، بدك تخليه يكون الوضع الجديد اللي هو بنايم فيه في القسم اللي هو مألوف بالنسبة له، to facilitate comfort and adaptation عشان تسهل عليه عملية التكيف في القسم الجديد. هو متعود يكون نايم في دارهم، وأول يوم أجا فيه نام في المستشفى، فأنت بدك تعمل له orientation على القسم على أساس يكون هو familiar وadaptive على القسم. The nurse describes إيش ممكن إحنا الممرض يقول للمريض أول ما يدخل عنده. The location of the nursing station، يقول له هذه محطة التمريض، هنا احنا التمريض، ايش بدك اي حاجة تتفضل تيجي بتسألنا، احنا هي موجودين هنا لخدمتك. التواليت، بفرجي التواليت، بفرجي وين الدبليو سي، وين يروح على الحمام. الشاور، يفرجي الدش اذا كان هو بده حابب يتحمم او شيء زي هيك، او باثينج اريا. بعدين كمان وير تو ستور كلودز اند بيرسونال ايتمز، ممكن وين يحط، في عندهم خزانات خاصة بتكون لوضع الملابس وممتلكات المريض بتكون فيها، وممكن يكون لها مفتاح مع المريض نفسه أو مع أهل المريض عشان لما يروح تكون موجودة عندهم أو مع التمريض. How to call for nursing assistant from the bed and bathroom، في اللي هي nursing call system، في احيانا بتكون الستيشن على محطة التمريض موجود على الكاونتر، وفي عند المريض زر ممكن يضغط عليه بسموه نيرسينج كول سيستم، هذا لمساعدة المريض إذا كان المريض تعب أو في أي إشكالية عنده، ممكن يستدعي الممرضة على طول تجي. وهذا الكلام كمان موجود في الباتروم، دخل المريض الحمام وتعب ممكن يضغط على الزر هذا والممرضة تجي. How to adjust hospital bed، كيف انت بتقدر تكون تتكيف مع الهوسبيتال بيد، مع السرير تبع هذا، لانه سرير المستشفى غير سرير البيت، كيف انت تقدر تتكيف معه وتتاقلم. ريجوليت ذا روم لايت، كيف انت ترتب امور الضوء، بدك تنام كيف تطفي، من وين تطفي الضوء، من وين تضوي الضوء الخافت عشان عمليه النوم تكون نوم هادئ. رقم ثلاثه اورينتينج ذا كلاينت، عملية الاورينتيشن زي ما حكيت انه ممكن تتعرفوا على اماكن معينة من خلالها بتتم اللي هو الاورينتيشن للمريض، بكون اورينتد لكل اشي موجود في القسم. How to operate the television، في الغرف احيانا بكون عند المرضى تلفزيون، فكيف بده يشغل التلفزيون، كيف بده يطفيه، كيف بده يغير من محطة لمحطة. وبعدين daily routine such meal time doctor usually visit، وبعدين بنعرفه على الأوقات اللي بمر فيها الدكتور، بمر مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، هذا وقت مرور، وبعد هيك ممكن أنت تستقبل زوارك ما بعد المرور، ما بعد اللي هو الأعمال التمريضية اللي بنتم فيها اللي هو شغل التمريض، عشان يكون هو أورينتد ويكون عارف وقتاش الدكاترة بمروا ووقتاش ممكن تكون زياراته الخاصة يستقبل زواره. When surgery is scheduled، وكمان برضو بنعرفه إذا كان له عملية ووقتاش موعدها. When laboratory or diagnostic test are prepared، وكمان لازم يعرف سحبنا له عينات اليوم، سحبنا له laboratory test، بنعرفه وقتاش بتيجي النتائج وممكن نشعره فيها. رقم أربعة اللي هي دي safeguarding valuable and clothing، من بدك تحط اللي هو الاشياء تبعت المريض القيمة، اللي بكون عنده اشياء قيمة، ممكن بده يخلي اواعيه، بده يخلي ساعته، بده يخلي فلوس، اذا كان تحطهم في اماكن يكون فيها امان.
nursing give prescription and non-prescription medication. كيف انت تعطيه اللي هو العلاج الموصوف والغير موصوف؟ في علاج ممكن يكون معاه من البيت هو بياخده بيستعمله وهذا مش موصوف من خلال اطباء المستشفى، بيكون معاه من اول. valuable jewelry and large sum of money to family member. برضو كمان زي ما قلت قبل هيك اللي هو الاشياء القيمة تبعته، اذا معاه خاتم ذهب، معاه ساعة، معاه كذا، معاه فلوس كتير، بعدين تو فاميلي ممبر عشان احنا نعطيها لاهل البيت لجماعته لما يجوا عليها. The nurse may place the client valuable in the hospital safe temporary. برضو كمان ممرض ممكن يحط المريض في اماكن تكون قيمة في المستشفى وتكون سيف، يعني على اساس حماية للمريض. She notes in the medical record the types of valuable and how they have been safeguarded. It is the best to be descriptive as possible. يجب أن تكون هذه الأشياء موصوفة. إذا كان أنت بدك تعمل له إشي يعني على أساس تحط المريض أشياءه في أماكن معينة، لازم تشعروا فيها برضو كمان وتسجل هذا الكلام عندك. Should be recorded. safeguarded valuable and clothing losing the client personal item can have serious legal implication for both the nurse and the health care agency. إذا كان في أي شيء انفقد من أغراض الشخصية للمريض هذه بتكون اشي خطير واشي legal implication، يحتاج الى ممكن احتاج الى تحقيق واستدعاء الشرطة والى اخره، فيجب المحافظة عليها. Both the nurse and the client sign on the inventory. اثنين بوقعوا عليها عندما يسلمها للتمريض، بوقع عليها انه سلمها والتمريض او بوقع عليها بالاستلام. The nurse give one copy to the client and attach another copy to the chart. باخذ الممرض باخذ نسخة من اللي موقع عليها على أمانات المريض، والمريض باخذ نسخة أخرى بيحتفظ فيها لنفسه عشان لما يجي يسلمها يسلم النسخة اللي معاه وبيسلم أغراضه. The nurse identify the client's own equipment such as walker or wheelchair, eyeglass and denture. يعني في اشياء خاصة في كل مريض، ممكن يكون المريض مقعد ومعاه ويلتشير تبعه، ممكن يكون عنده دينتشر اللي هو ضبة، ممكن اي جلاسز نظارات، ووكر، هذه الحاجات كلها هي تظل محتفظ فيها سواء استعملها في المستشفى او ما استعملها بتضلها في امانات المستشفى لحد ما ايش ما يروح المريض بخدها معاه. اي هيلبينج ذا كلاينت اندريس. كيف بدنا نساعد اللي هو المريض يخلع اواعيه او يقلع اواعيه لحاله او نساعده في كيف to facilitate the physical examination the nurse does the following. على اساس انه يتم فحص المريض من خلال الطبيب في physical examination، كل ما يجي الدكتور هذا بدك انت ترفع ملابس المريض، فلازم يكون لابس اواعي سهله ما يتغلبش في رفعها وفي شيلها وفي حطها. provide privacy، فاحنا دائما كمان بنوفر للمريض اللي هو الخصوصيه، دائما هيك بتلاقي كل سرير حواليه ستاره، واذا ما كانش ستاره بنجيب ستاره متحركه بنحطها حول المريض عشان نوفر له الخصوصيه. Has the client sit on the edge of the bed. اذا كان المريض بيجلس على حافه السرير which has already been lowered، على اساس انه كل ما بده يتحرك المريض نعلمه كيف ينزل عن السرير، وهذا لازم يقعد على حافه السرير قبل ما ينزل وقبل ما ينزل رجليه. help the client to lie down if weak or tired. اذا كان المريض حس حاله انه تعبان وهو قاعد على حافه السرير بنخليه اللي هو to lie down، اما يستلقي على السرير وبنساعده على كيف ينام. helping the client undress برضو تابع نفس الموضوع. release
fasteners such as zipper and button of clothes in whatever way is most comfortable and least disturbing. إذا كان المريض لابس ترينج مثلا له سحاب، احنا نحاول نفك له السحاب او نعلمه كيف يفك السحاب، إذا كان بيقدر ما بيقدرش احنا نفك السحاب، وزراير الأواعي تبعته كمان نفكها على أساس نخليه مور كومفورتابل ونكون مرتاح أكثر وأقل إزعاج له عند الفحص. بعدين lift the client head guide garment over it. Client head guard and garment over it rolls the client from side to side to remove clothes that faster up the front or back. ممكن كمان نساعد المريض يرفع سواء من الهيد يعني نشلحه اواعيه سواء من فوق او نحركه يمين او شمال from side to side حتى ايش يكون اسهل، والطريقه الاسهل لمساعده المريض احنا ممكن نتبعها. Cover the client with بات بلانكت افتر ريموفينج ذا اوتر كلودز. عند شلحناه اواعيه مش ممكن عشان ما نخلوش مشلح على طول، ممكن نحط عليه حرام او بطانيه على اساس تساعده سترة اولا وبعدين من البرد. لحد الان وصلنا رقم اف اللي هو كومبلينج ذا نيرسينج داتابيز، برضو كمان البيانات تبعت المريض في اثناء الدخول. In admission the nurse begin assessing the client and collecting information for the database. اول ما يدخل المريض زي ما قلنا في الاول انه احنا بدنا ناخذ منه البيانات غير البيانات اللي اتاخذت من قسم الاستقبال، بناخذ البيانات من كل مريض وبنسجلها في تذكرته. Also يعني كمان اللي هو The registered nurse is responsible for the admission assessment. She may delegate some aspects to practical. هي دائما بتكون عندهم اللي هو registered nurse أو مسؤولة القسم، هي المسؤولة عن بيانات الدخول أو عمل assessment للمريض كلهيته، وأحيانا بتكون إذا كان في عندها مشاغل تانية ممكن تعمل delegation تفويض لحد تاني as اللي هو the practical nurse أو nursing student. يتبع اللي هو الداتابيز. Once all admission data are collected, the nurse developed an initial plan for client care as soon as possible, but no later than 24 hours. إذا كان أنا جمعت كل البيانات من المريض بقدر أعمل منها اللي هو بلان، اللي هي كير بلان، نيرسينج كير بلان، على أساس أنا كيف بدي أعمل له خطة علاجية. The initial plan generally identify priorities problem and including the client projected needs for teaching and discharging plan. دائما هم احنا بنهتم دائما من عند الدخول بنعمل discharge plan اللي هو خطة للخروج، فهي بتكون من ضمن الأولويات بنبدأ اللي هي الناس اللي عندها مشاكل أكثر، فبتكون البلان تبعتنا حسب اللي هو الأولويات حسب مرض المريض حسب المعاناة حسب الشكوى. البريوريتس بتكون أولويات حسب اللي هو الوضع المريض الصحي إيش بتطلب منا في البلان تبعتنا. لحد هنا نكتفي بهذا القدر، وصلنا بعديك ده admission process بنكملها لعند medical admission responsibilities، ولحد الآن هيك بكفي، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله.